سيد حسن صديق العمر. أجيلة. أجواء يا جماعة، جماهير الزمالك وجماهير الأهلي مولعين الملعب نار، الملعب نار. الفرقتين نزلوا ارض الملعب ولعوا المدرجات، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. يعني حاجه تفرح، حاجه تفرح. صوره الرئيس عبد الفتاح السيسي قدامكم بتزين الملعب مع اخيه الشيخ محمد بن زايد. قدامكم الاستوديو التحليلي لقناة أبو ظبي ميدو حسام غالي، قدامكم هم ميدو حسام غالي، والناحية الثانية أون سبورت. زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده الملعب مولع نار. الاستوديو التحليلي لقناة أبو ظبي. ده الاستوديو التحليلي، مكان الاستوديو التحليلي لقناة أبو ظبي الرياضية. الأستاذ يعقوب السعد ومعاه الكابتن أحمد حسام ميدو ومعاه الكابتن حسام غالي. وأنا الأستاذ التحليلي لقناة أون سبورت، الكابتن أيمن يونس والكابتن حماد متعب والكابتن حاتم إمام مع سيف ساهر. صعب جدا وتوقعاتي في ضربة جزاء. يلا الراجل ده يا جماعة بيتكلم صح، الراجل ده خايف على مصلحتنا وبيحب الزمالك. والله اسمعوا مني، أي حد بيكرهنا في النادي لازم يمشي من النادي. الكابتن ده خليكم وراه وادعموه، وبرضه ورا الراجل ده ورا كلامه ورا سيادة المستشار مرتضى منصور. هي خلافات، هي خلافات وهتروح لحالها ان شاء الله. مصر اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، انا اهلي وهو زمالك، انا اهلي وهو زمالك. يعني الراجل احنا جايين مع بعض، كلنا اخوات وكلنا من مصر، رجعوا الجماهير وبنحب بعض وبنحب الدنيا كلها، بنحب زمالك وبنحب اهلي، بنحب اي حاجه. رجعوا الجماهير، شايفين المنظر. الراجل ده، الراجل ده يستاهل كتير على فكره. شايفين المنظر انتوا في الامارات عامل ازاي؟ رجعوا الجماهير، رجعوا الجماهير يا جماعه. والله حرام، والله حرام، حرام. الكوره للجماهير. متواصلين وبعد قليل لنا لقاء تاني من استاد محمد بن زايد. سلام عليكم.